22 حزيران جايين مشان في 200 شخص من كل الجنسيات من كل الأعمار بدهم يتحدوا بالفوتبول. فلسطينية سورية لبنانية شو كل الجنسيات. نحن هلا صار دورنا مشان نلعب. تقريبا كل يوم بنلعب فوتبول. لا ما كنا نعرف بعضنا بس صرنا نلعب فوتبول تعرفت عليها. الفوتبول بخلينا نعمل اصحاب جداد وباول علاقات. شوقنا اليوم كثير. كانت الشمس كثير قويه. اهلنا بشجعونا مشان نلعب فوتبول وهن عطينا الموافقه مشان نلعب. هي بتلعب احسن منك. بتتعلم دغري. ديزيليا كثير مهضومه. انه مع انه هي بنت انه بتلعب فوتبول واحنا حبيناها عشان انه هي لعيبة ومحترفة حابين نطلع زيها مع انه احنا بنات حابين نطلع هيك بس الصبيان انه بتفعل انه انا بشوف انه انا بالمجتمع انه الصبيان بيلعب فوتبول بس البنت لا بس احنا غيرنا تفكيرا وبقولها كمان عم بقول عن البنت حسن صبي اسا صارت لا صار يجي عنا وعوهن انه البنت لو الصبي بيلعب فوتبول ما بقصر.